خير يا يوسف؟ قول كل اللي عندك، تكلم. راح أقول لك كل شيء. أقول لك الكلام اللي كنت خايف أقوله، خوفا من مشاكل، لكن خوفي من عذاب ربي أكبر. ناوي أقول لك كل شيء من البداية. في ليلة خرج الأستاذ نواف والأستاذ ناصر من الفيلا، كنت قاعد أنا والشغالين كلهم في البيت، الطباخ والسواق. دخلت على سكر الحمام، وأول ما خرجت وقع نظري على شيء ما كنت أتوقعه أبدا. لقيت الأستاذ بدر اللي كنت أظن أنه مشلول زي الجميع، وقف على رجليه وبعدين قعد على الأرض، ودي كانت مفاجأة مذهلة ليا. وفي شيء تاني يا حضرة الضابط. اتكلم، قول يوسف، لا تخاف. في الليلة اللي جه فيها أستاذ خالد الفيلا وصمم يشوف أستاذ ناصر وطلع له الغرفة، أستاذ ناصر كان معصب جدا في اليوم ده وطرده من الغرفة وخرج وراه الأستاذ نواف. شفتهم قاعدين بيتهاوشوا بره، وسمعت أستاذ خالد بيهدد أستاذ نواف بالقتل. تقتلني؟ أنا اللي راح أقتلك، سامع؟ بقتلك. يعني خالد كان يهدد نواف بالقتل في ذيك الليلة، ما كان يقصد يهدد عمه ناصر؟ ايه تمام يا حضرة الضابط، هو ده اللي حصل بالضبط. بدر زي البدر، بس يعني مسلم. الحين تأكدت كل الكلام اللي قال لي يا خالد صحيح، ما كذب علي في شيء، حتى موضوع بدر كل كلامه كان صحيح. يعني انت تأكدت من موضوع بدر اللي قلت لي عليه بذاك اليوم؟ وهل تعتقد انه تعرف عليك زي ما انت تعرفت عليه؟ بصراحة ما أدري إن كان تعرف علي ولا لا، بس أنا متأكد بنسبة 99% أن بدر هو نفس الشخص اللي قابلته يوم الحادث. حتى أسأل الأستاذ راشد، أنا بلغت من الكلام. أقول لك الأسبوع اللي راح تكلمنا مع ناس على كورنيش، مدري شويته يدفن أنا وخياي، الخياي اللي ذا هناك شام وذولا، أيوه، وجاء يقول أنتم مش تونا جالسين ندافف شوي، بعدين قدام الأسبوع الجاي مضارب، بعدهم بيجيبون فزعاتهم وسياراتهم. عاد خلاص تعال، فاضي بكرة؟ خلاص مجنون هذا ولا ما يشوف؟ واضح انه فعلا هم. سلامات يا حبيبي، ما تشوف قدامك انت الغضب مفهوم على طريقك. وش اللي انا ما اشوف؟ انت شافني مهدي عشان في سياره قدامي. يعني انت مهدي انت غلطان يا اخي. ما يهمني غلطان، ترى الصدمه خفيفه وما تستاهل. يعني انا عارف ان الصدمه بسيطه، بس الرجال ما ادري ايش فيه منفعل. اقول شكلك انت طلع مضربات. اقول اركب سيارتك، الله يستر عليك. وقال لي خالد ان الشخص اللي شافه هذاك الليلة يشبه بدر بنسبة 50%.
وانه لما شافه المرة الثانية تأكد بنسبة 90% انه هو. يعني لازم اصدر قرار فورا بالقبض على نواف وبدر عشان شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.